عليكم السلام. ازيك عامله ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ طارق؟ اخبار حضرتك ايه؟ رمضان كريم، الله اكرم. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب يا استاذ طارق؟ واقفين وقفه كده في ايه؟ بتعمل ايه؟ جايه منين؟ كنا احنا مشوارنا كان طويل من الصبح، كنا في معهد الاورام وطلعنا على اللجنه بتاعت الدقي، ان انا بتعالج اورام بقالي 12 سنه بتعالج اورام ومستأصله يعني كذا حاجه وكده. فعندي ابني برضو بيتعالج نمو، بوديه لجنه النمو لانه عنده انيميا الفول وبياخد نقل دم. بينقل الدم برضه؟ بينقل الدم وبياخد، هو اصلا بيتعالج نمو، عنده نمو. ايه رايحه جايه على المستشفيات بقى؟ انا عندي بنت دي برضو عندها عيب في القرنيه، عيب خلقي في القرنيه. حضرتك شفت عينها. فالحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في رضا؟ لا الحمد لله، ده اهم حاجه الرضا، ده من عند ربنا الحمد لله. بس انا قابلتك والله. الحمد لله ربنا يبارك لك. عندي كام ولد وكام بنت؟ عندي بنتين وولدين. انما في ولد تاني. فين بقى؟ في البيت ولا؟ في البيت ولا؟ تتعبي انت في اللفه دي؟ اتعب وانا اللي بجري بيهم، انه يعني هيشتغل بصراحه. احنا مشوارنا طويل بقالي 12 سنه في موضوع الاورام ده، مستوصله من المعده ومستوصله للمبيضين والثديين والغده الدرقيه. فالحمد لله. رب. لا الحمد لله يا استاذ صاري والله. معلش انت مريضه وابنك ان شاء الله يبقى كويس. انت عامل ايه؟ الحمد لله. تروح المستشفى؟ وعامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. سلم عليا. سلم عليا. اسمك ايه؟ عمر احمد عاشور. ازيك يا عمر؟ نفسك في ايه يا عمر؟ نفسي لماما يا رب يشفيها، وبابا وماما يبقى معايا على طول. يا رب ان شاء الله تبقى معاك. بتحب مامتك قوي؟ ولما تروح المستشفى بتزعل؟ ها؟ بس هي معاك، انت بتباتي كتير في المستشفى؟ الحمد لله. وانا كل شويه عمليه شكل والله يا استاذ ساره. لو قلت لحضرتك انا عامله فوق ال 20 عمليه. 20 عمليه؟ فوق ال 20 عمليه. ده في ميزان حسناتك. والله الحمد لله خير. هو من وانا عندي 22 سنه وانا بقاسي الحمد لله، ويعني ربنا اللي بيقوينا، وجوزي بصراحه يعني طيب وواقف جنبي وبيساندني، يعني ربنا يبارك له في صحته. ربنا يكرمك يا رب ويشفيكي، تم الشفاء لابنك وبنتك. هقول ايه؟ بس هي الحياه كده. وانا مبسوطه ان انا قابلت حضرتك والله يا استاذ صارق، ويعني حظنا ان احنا نتاخر النهارده عشان نقابل حضرتك والله. ده انا سعيد جدا في بنقول عليها ايه؟ هديه رمضان. وهديه رمضان ان اشوفك. الاسم ايه يا حضرتك؟ مروه ممدوح. مروه ممدوح محمود. ست مروه اللي معاها اولادها، نسالها سؤال. تفتكري قرعوش يعني ايه؟ يعني فرعون؟ يعني وليه معنى على فكره قرعوش؟ اقول لك اختيارات. قرعوش يعني النسر الاسود، ولا بيتقال على الحيوانات في الغابه، ولا صغير الاسد؟ واحد اثنين ثلاثه. قرعوش بيتقال على النسر الاسود، ولا الحيوانات في الغابه، ولا صغير الاسد؟ لا واحد اثنين ثلاثه. اجيب رقم واحد. رقم واحد دايما. رقم واحد. النسر الاسود. النسر الاسود. انت عارفه الجايزه ايه؟ وانا مش عارفه بصراحه، بس انا يا رب اللي تكون اللي في دماغي يا استاذ صارق. ايه في دماغي؟ اللي انا بشوفها في التلفزيون. ربنا يبارك لك يا رب. ايه انا مش مصدقه بصراحه، قلبي عمال مش مصدقه والله. يعني حضرتك قول يا استاذ طارق. اخر مره اقول لك الاختيارات. قرعوش، هل هو النسر الاسود، الحيوانات في الغابه، ولا صغير الاسد؟ واحد اثنين ثلاثه اخر حاجه. واحد ان شاء الله. النسر الاسود فعلا بتكسب معانا الهديه، بتكسب معانا العيديه. مش مصدقه نفسي والله يا استاذ طارق، والله ما مصدقه نفسي خالص. ربنا يبارك لك. عارفه المبلغ كم؟ يعني انا حاسه ان انا قلبي واقف بصراحه من الفرحه والله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. 100,000 جنيه مبادره هديه السيد الرئيس. 100,000 جنيه هتروح لك. ربنا يبارك لك يا استاذ طارق. ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ طارق. ربنا يبارك في حضرتك. فرحانه انا حاسه، مش عارفه انا اعيط ولا تمام. لا بس يعني مش عارفه، انا حاسه ان قلبي هيقف حقيقي والله. انا عامله عمليه من شهر مستوصله. لا 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 امسكي اعصابك بس. فحاسه بصراحه ان اعصابي رجليا مش شايلاني والله. امسكي يا ستي اهو. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ طارق والله. 100,000 جنيه مبروك ليكي. مبروك. ربنا اللي يعلم انا هسد من الفلوس دي يعني قرض عليا قد ايه. عليك قرض قد ايه؟ والله يا استاذ طارق لو قلت لحضرتك عليا فوق، يعني مش هتصدقني والله. فوق ايه؟ الحمد لله انا كنت فاتحه محل، وكنت في مصر بتابع، وناس كده اختلاف بسبب العيال مسكوا لي كسروا لي المحل وخسروني. كنت عامله كارد ب 25,000 جنيه، فخسرت كل حاجه. فوالله العظيم حضرتك هتصدقني يعني، وكان عليا حاجات تانية بسبب التعب وكده. مش هتصدقني ان انا لو قلت لحضرتك ربنا بعتك ليا عشان يعوضني من اللي انا سامحته والله. والله يا استاذ سالم ما تصدقني. هم سامعيني والله انا ما كنتش مسامحاهم، بس فعلا ربنا كبير وبيعوض والله. والله ربنا كبير وبيعوض.